حكم ان الدار ديالنا كاينه في سيدي اسماعيل، ما كايناش في كازا، كنت ساكن انا بوحدي في كازا. قالوا لي انت سيدي اسماعيل يصحبو حتى انت، حيت هذاك اللي زادو اذا انت متي زادو فوالا. وحتى الوراق ديالي البسطام التليفون ديالي كاينين في سميتو، فاش كيجبدوا البسطام لقاو السميه ديالي، السميه والكنيه ديالي. هما حتى هما يعني مسولوش، غير فاش وصلوا قالوا لهم راه اللي كانوا في الطوموبيل جوج راه جوج ماتوا، ثلاثه ماتوا في اللون يعني خمسه ماتوا. بقى كيشوف فيا شويه ويجمع دوك الوراق سرحهم. بقى كيشوف فيا ونقول ليه غير قول لي شنو كاين. تنهات واحد التنهيته، يعني هذيك التنهيته اللي تنهات مع الدو، هو كيساكت وقلبي كيضرب كيزيد يضرب. فاش زاد تنهات هذيك التنهيته بحال حتى شي موس شديتيه غرستيه ليا في قلبي، يعني عرفت راه شي حاجه. السلام عليكم، بغيت نقول لك شكرا بزاف مادام وصلك هذا الفيديو هذا، الا وانت من الناس الاوفياء ديال هذا البرنامج وبلا شك انه تيعجبك. ما تنساش انك تخلي جيم وكومونتير وبارطاج. وبالنسبه للناس اللي عاد جاوا جداد وغيكتشفوا هذا البرنامج هذا، مرحبا بكم معنا في العائله ديالنا، وان شاء الله هذه العائله تزيد تكبر وما بقى لنا والو باش نوصلوا جوج المليون. اللي مازال ما مشاركش يشارك، وعلى الاقل خليونا غير المدينه ديالكم باش نعرفوا شكون هي اكثر مدينه عزيزه على هذا البرنامج هذا. السلام عليكم. كيف الدين؟ مرحبا بك. مرحبا. تفضل سيف الدين، عاود كاع داكشي اللي بغيتي حنا تنسمعوك. مرحبا، مين نبدا لك بالضبط؟ بدا من الاول، من الاول سيف الدين. المهم يعني شي حاجه نبدا لك من الحوايج اللي اثروا عليا بزاف، اللي قدروا انني يعني عانيت بسببهم، يعني شي حاجه قديمه ماشي مشكل. المهم واحد الصباح يعني اللي كنشوف بالنسبه لي صباح كارثي، يعني كنت ناعس صونا وليا الدراري صحابي مع ديك تقريبا واحد 6 الصباح صونزي الصباح صونا وليا. صونا وليا قال لي فينك؟ قلت لهم انا راه في الدار ناعس هادي. ما قال لي واش عندك شي بروغرام اليوم؟ قلت لهم لا راه عندي ما يعني خاوي. قال لي انا هبطوا لبني ملا نلعبوا كره. بحكم انني كنلعب الهوند في هذيك الوقيته اللي كتكون البطوله موقفه، كنكونوا مع الدراري لي زيكيب، كنمشيو نلعبوا في عند الدراري، كنجمعوا مره في طنجة كل مره فين. قلت لهم لا راه عندي داير مع واحد السيده على شي بلان في العشيه وهادي، ويقول لي الدراري قال لي انا فاش نجيو في العشيه نديك فين ما بغيتي، غير يلا ما كاينش مشكل. المهم صروا عليا باش نمشي معاهم. جاوا عندي هما ساكنين في 17 بالضبط الى عرفتيها، انا في ديك الساعه ساكن في برنوفي. جيو عندي البرنوفي. المهم لقاوني هاز حوايجي خارج حدا السينما بالضبط. صافي شدينا الطريق مشينا وصلنا لبنين ملال، لعبنا مسائل جينا جيل. انا في هذيك الروتور في الجين انا اللي سايق الطوموبيل. دخلنا للستاسيون، يعني فوا دخلنا للستاسيون درنا ليسونس المازوت، شدينا غادي خارجي ويقول لي الدري من اللور هبط جيب لنا شي قرعه الماء. انا قلت لي لا صافي هبط، باغي الماء تشرب هبط جيبو انت. بقيت انا وياه هبط انت هبط، قلت لي ما هبط شويه نقول لي اعطيني واحد، اعطيني الجاكيت ديالي كانت في هذيك اللور ديال الطوموبيل. عطاني الجاكيت، جبت البسطام، جبت منه 50 درهم، حطيت البسطام في البواط ديال الطوموبيل. نزلت غادي للحانوت، اون فوا يلاه نوصل للحانوت طلعت الدري من اللور ديال الطوموبيل، ركب على الطوموبيل ديمارا زاد. كيفاش؟ انا عارفهم ديمارا مشى صافي. مشى وخلاوك؟ بغى يخليوك؟ يعني وحنا باقيين في بني ملال ديك الساعه وغنخرجوا، ودايرين حنا دايرين باللي غنتلاقاو كامل في خريبكه. حنا بحكم سيت ما قلت لك في الاول باللي كنا حنا جوج طوموبيلات، ما كانش طوموبيله واحده. يعني كان طوموبيل راكبين فيها خمسة، واللي مشات اللي مشات كانوا راكبين فيها أربعة الأولانية. أها، هما علاش ديما علاش هما ديما راهو خلاوك؟ باش نعرف. ربما ضحك. زعما بغا يضحكوا معاك باللي راه مشينا. صافي. أنا بقيت كنتسنى شوية، عرفت هما ما راجعينش ما يرجعوش. أنا عندي 50 درهم، كيفاش أنا نوصل لكازا بخمسين درهم؟
احنا ديجا دايرين انا نتغداو في خريبكه، مي انا بلاصه بالضبط في خريبكه ما عارفينش انا بلاصه بالضبط في خريبكه نتغداو. المهم بروغرام راه في خريبكه، يعني واخا نمشي لخريبكه ما نعرفهمش فين ماشي نتغداو. عندي هذيك 50 درهم هبطت بها لخريبكه، بقيت كنجا الوقت. المهم وصلت لخريبكه، كاين واحد الباراج في الخارجه ديال خريبكه، طريق كازا. كاين واحد البارا تما. مشيت عنده قلت ليهم راه اللي كاين واللي كاين واللي كاين. قال لي اش نقول لك، بقى هنا حدانا، الا كان جاي شي واحد غادي تماك هابط الكاتر عنا نركبوكم معاه نسيفطوكم معاه. والمشكل ما عندي والو، يعني البسطام بقى في البواط ديال الطوموبيل، الساك ديالي، حوايجي، كلشي باقي في الطوموبيل. صافي بقيت اخويا تقريبا حتى ديك شي جوج ونص، يمكن ثلاثة، جاي واحد الرموك مقيلة جاي من أزيلة الواقيلة ولا ما عرفتش شناهو ديال البوطة كبير، غادي للمحمدية وغيحطني في 17 نيت، وهما ساكنين في 17 مزيانة ليا، يحطني في لوطوروت غنطلع، جيت غنطلع من لوطوروت نطلع في 17. هي هاديك وصلت مع ديك شي ثلاثة، غنكون وصلت أخويا مع ديك شي 9 ونص عاد وصلت. حك الرموك غادي بشويه، كعارف الرموك يكون شارجي والطريق خايبه، ديك ديال داز على بن حماد وداك الشيء طريق خايبه شويه. وصلت مع ديك تعود نطلع على رجليا لتما عندهم الدار. غادي طالع للدار كيتبان لي الدنيا شويه مرونه. نفهم والو انا بحكم كل شيء كيعرفني تماك في الدرب، لحقاش كنجي عند هذوك الدراري بزاف، ني صحابي كنجي عندهم بزاف، يعني دارهم ما كنحيدش من الدار عندهم، بالاخص واحد جوج خوت اللي غادي عندهم، اللي واحد منهم الطوموبيل ديالو اللي هو اللي نقز وزاد ركب ساك الطوموبيل وزاد. المهم غادي مع الدرب كلشي كيشوفو، كيشوف فيه واحد شوفه ما هياش. انا شنو كنقول؟ كنقول الدري مو مريضه، قلت وقيلا تكون ماتت. غادي داخل، يلا دخلت مع الدار ويخرج بوتري بقى كيشوف فيها، ما انا ما فهمت والو، مصدوم ما فاهم والو، انا بقى كيشوف فيها. هما مالو، هما الهربه اللي هربوا عليا، هزوا واحد هابط، هزوا واحد معاهم من الطريق. يعني احنا كنا خمسه فاش نزلت انا، بقاو هما اربعه في الطريق في الطوموبيل، هزوا واحد دار لهم اوتوستوب، هزوه معاه من الطريق، ولاو خمسه داروا كسيده في الطريق. فاش داروا كسيده في الطريق، ما تعطلوا على الاخرين، تعطلوا عليهم، وصلوا لخريبكه. فاش وصلوا لخريبكه كيصونوا في التليفونات فاش يقول لهم حنا راه فين كاينين وداكشي، ما كيجاوبوش التليفونات كاملين، وحكم جانا تليفونات جوج ديالي في كاينين بقاو في الطوموبيل، ما كيجاوب حتى واحد. هذيك الرجعه اللي جايين راجعين تلاقاو مع سميجو، تلاقاو مع في الكسيده في الطريق، فاش جاو شافوا الطوموبيل عرفوها، لقاهم هما ديجا هزاتهم لومبيلونس يلا تحركات ماشي بزاف. فسولوا المسائل تما، قالوا لهم ثلاثة راه ماتوا وجوج باقي. واو 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 سبحان الله يا صاحبي، من هادشي و اون فوا رجعوا للسبيطار. واو كيسولوا على دوك الجوج وداكشي، قالوا لهم هادوك الجوج ماتوا في الطريق. واو حتى دوك الجوج هما ديجا سمعوا هكاك، هزوا التليفون عيطوا للدار، كان واحد اللي كانوا معاهم هزوا التليفون عيطوا للدار. الدار بعاد بحكم ان الدار ديالنا كاينه في سيدي اسماعيل، ما كايناش في كازا، كنت ساكن انا بوحدي في كازا. قالوا بان انت متي، يصحبهم حتى حيت هذاك اللي زادوا، اذا انت متي زادوا فوالا، وحتى الوراق ديالي البزطام التليفون ديالي كاينين في سميتو. فاش كيجبدوا البسطام لقاو السميه ديالي، السميه والكنيه ديالي. هما حتى هما ما يعني ما سولوش، غير فاش وصلوا قالوا لهم راه اللي كانوا في الطوموبيل جوج، راه جوج ماتوا وثلاثه ماتوا في الاول، يعني خمسه ماتوا. واو 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 يعني ماتوا. هما هزوا التليفون عيطوا للدار مرونه، ودرجه انني جاي يا ربي تسمح لي جاي، وراك عارف حكم الدراري بيناتنا، جاي وكاين عاير في خاطري، كاين عاير فيهم هما، راه ربي ما بغانيش نمشي معاهم باش ما نديرش هذيك لاكسيدون معاهم. وهما لاكسيدون راه ماشي ما داروها مع حتى شي واحد، غير في واحد الفيراج هابط واحد من الزيتون
من واحد فحال شكل الجبل شويه صغير من الزيتون، هذيك الهربه اللي هربوا عليه كاين واحد مع الفيراج، راك عارف الفيراج فاش كتكون غادي داير وكتجمع الروايط الاخر تقدر تروي لك بالطوموبيل، وماشي غير سانديرو، وسانديرو هذيك الاولى كتكون باقا صغيره وخفيفه ماشي بحال هذا الاخر. راه ديجا صيفطت التصويره شفتيها وقيلا شفتيها على ما اظن؟ لا مازال، نتمنى لي زادمين يصيفطوها ليا. صيفطتيها لي انا ولا صيفطتها لي زادمين؟ لا لي زادمين. نتمنى لي زادمين يصيفطوا لي التصويره. هي هذيك الدار انا ما عارفش كتصورت شي العشرة وصلت عندهم غادي وكاين عاير انا باغي نمشي ناخذ عرفتي. المهم فاش دخلت للدرب فاش سمعت هذيك الاخبار صافي البلاصه اللي قالوا لي صافي جلس فيها ما شوكيت ما بقيتش عارف. كيقولوا لي غير شنو ضرا هما كيقولوا انا ما فاهم والو، هما كيقول لي باغيني غير نتكلم معاهم غير نقول لهم شنو طاري. انا صافي شوكيت ما قدرتش نهضر صافي تعجنات. اي هذا بانت لي التصويره تعجنات وا راه كاين ضربات مع واحد الباريار في الجن واحد الصور واحد الصور هما باغي غير نشرح لهم شنو واقع كيفاش علاش هما انت الطوموبيل فيها غير 4 و205 انا مفاهم والو انا مشوكي باغي غير نهضر معاهم ما هضرتش. هزني ديك الساعه جاو الدراري من تما هزني واحد تاني للدار تاني متانيش للدار فين ساكن لحقاش حق كنت ساكن بوحدي تاني عند خالتي وخالتي ديجا تماك حيت هو ديجا كان مشى عندي كيعرف خالتي فين كاينه. هزني تاني تماك دخلت للدار لقيتها مرونه يعني دخلت تقريبا حتى لشي 11:30 والخبار واصلهم هما مع شي جوج هكاك عند الكسيده طرات مع ديك الجوج. دابا عائلتك كلهم في خبرهم راك متي وا الروينه في الدار كاينه الروينه الناس مجموعه راك عارف هذيك الاجواء ديال الموت وصافي. هي هذيك عاد جابوني يعني صافي يعني هذيك شويه ديال الارتياح وعيط يمكن نهضر مع الواليد يعني الو صافي. المهم هذيك اللعيبه ديال الطمأنينه صافي مع الوالده صافي شوكيت ما بقيتش كيقولوا لي شنو واقع شنو وقع شنو وقع كي قلبوا فيا واش ما فيا شي ضربه فريمون ندير شي كسيده. انا مشوكي نعاس هذيك الليله ما شفتش فيها النعاس. دازت تقريبا اخويا شي المهم الغد جات داني سميتو دري فاش جابوهم هما باش يدفنوهم حتى العشيه درجة هذيك فاش كانت جي هذيك لومبيلونس كانوا جايين لومبيلونس هذاك الصوت ديالهم لمدة شهر ما كيحيدش ليا من ودنيا كيبغي شي حيد ليا من ودنيا حتى من بعد دازت مدة ونسبع شي لومبيلونس كتجيني تبوريجا دوز هذيك الفترة. المهم أول حاجة لقيت مشكل مع سميتو البوليس هو انه انت ما كاينش وشنو راقيك كيديروا في الطوموبيل ونسيت ما قلتش لك بالنسبه للدري اللي هبط هذاك الدري مسكين كان مو مريضه وهابط باش يجيب ليها يهبط يجيب ليها الدواء ودار هابط دير اوتوستوب ما هز معاه لا لاكارت لا والو هز غير سميجو غير الفلوس باش ياخذ الدواء وهابط ما عرفوش الهويه ديالو. دازت مده تقريبا شي 3 ايام عاد عرفوا دارو ما مليش تداروا بلاغ وداكشي فاش داروا بلاغ وعرفوا من منطقه قالوا لي راه كاين واحد الحادث وقعت هذه مده 3 ايام عاد جاوا باش يتعرفوا على الجد تلقاوها ولدهم. مهم هي ديك مشيت لسيدي اسماعيل الدار ما بقيتش باغين بعدا نكمل لك المساله ديال البوليس. بعدا لقيت معاهم مشكل كبير يعني كيقولوا لي شنو انت اوراقك كاملين كاينين في الطوموبيل بيرمي ديالك لاكارت ناسيونال وشي وثائق اخرى بالضبط وعدا حوايجي بزاف الحوايج يعني جوج حوايج اللي نفعوني هو رجعوا مشاو للكاميرا ديال ستاسيون لقيت اللي هربوا عليا وحتى الفراج فاش مشيت قلت لهم هاللي كاين وهاللي كاين وهاللي كاين
يعني لقيت اللي مشيت عند البراج وقلت لهم راه هربوا عليا وهذيك، ولقاو حتى داك الشيء التناسق ما بين انه لقيتها باش في ديك ستاسيون ولقيت اللي نوصل تماك البراج، يعني ديك الساعه يعني كاين هذاك الوقت الكافي انني باش نوصل تماك، يعني باش داتني الكاميرا وباش وصلت عند المهم هاد جوج حوايج اللي قدرت انه يخرجوني من هاد الصداع كاملة. وخا من بعد كيبقاو كيجيو كي ركبت مشيت للدار بعدا، جلست واحد المدة طويلة تماك بالحكم ما لقيتش كنخرج ما كنهضرش بزاف، ما المهم عانيت بزاف بحكم شويه بديت كنرجع لهذيك الحال الطبيعيه ديالي كيجيو عند الدراري هادي، يعني وليت شويه كنخرج. دازت واحد المدة بحكم قلت لك ديجا انني كنلعب سميتو كنلعب الهوم، داز مدة لعب واحد الماتش، لعب ماتش كونتر الوداد. كتلعب الهوند قلتي لي واقيلا الهوند كيلعب الهوند كرة اليد. لعب كونتر الوداد ما بقاش الماتش بزاف واقيلا شي 5 مينوت على ما اظن، صافي شويه وقفش صافي وليت كنسمع داك الصفار في ودنيا ما عقلتش صافي تطفى لي الضو في عينيا صافي طاش. من بعد صافي داو هذيك الاسعافات الاوليه شويه الاكسجين، انا كنت كنسحب غير طونسيو ما كنتش ناعس مزيان قلت ربما غير طونسيو داكشي غنمشي يعني عادي، شربت سميتو لي فيتامين داكشي وليت بخير. دازت ماشي بزاف ولاو كيجوني شي اعراض شي شكل يعني ما عمرني جاوني، يعني كنكون نورمال حتى كي كينقص لي شوف كيف دا كينقص لي كيمشي لي السمع كيقلى لي ماشي كيمشي بمره، كين ودنيا كيبداو يصفروا شويه بحال الجنب ديالي كيبدا كيتشلل عليا. المهم شي اعراض ما عمرني مجاوني كيمشي مشيت يعني عند الطب العام قال لي لا المهم دوز التحاليل داكشي قال لي خصك تمشي عند شي طبيب اختصاصي ديال الراس. فاش مشيت دوز المسائل كاملة قال لي عطلو التحاليل قال لي التحاليل ما هماش قال لي عدير السكانر. أنا قلت فيه لكان سكانر نقدر ندير سكانر ما يبانش لك داكشي مزيان وعندي مثلا سكانر بواحد 1500 وتقدر تقول لي عاوتاني دير لرام كل شيء لدينا ما تقول هذيك 1500 أنا غنمشي ندير لرام ديريكت خرج لي لرام ديريكت. قال لي اللي بغيتي انا غير بغيت يعني نقص لك هذاك البيبي يعني ما يجيكش ليريم غلا من السكانر وداكشي. قلت لهم راه يقدر ما يبان والو السكانر وتستقمع عاود ولا داير ليريم عاوتاني. حتى جا درت لي زاناليز ما بان ليه والو ماشي ما بان ليه والو بحال ما شي حاجه انورم. هي هذيك درت ليريم صافي. من بعد كي فاش دازت الغد على درته اليوم الغد نرجع وما نرجع عاوتاني حتى الغد ردوا من الطبيب صافي. سراحه قدامه وكيشوف فيها كيقرا في الرابور وكيشوف فيها بقى كيشوف فيه شويه ويجمع دوك الاوراق سراحه بقى كيشوف فيها ونقول ليه غير قول لي شنو كاين. تنهات واحد التنهيته يعني ديك التنهيته اللي تنهات مع الدور هو كيساكت وقلبي كيضرب كيزيد يضرب باش زاد تنهات هذيك التنهيته بحال شي موس شديتي غرستي ليه في قلبي يعني عرفت راه شي حاجه انورمال مادام ما قدرش يقول يعني شي حاجه كراف. هو يقول لي اش نقول لك اولدي راه ما عندي ما نخبي لك ولا كانت شي راه قدر الله راك عندك ورم الدماغ. يا ما بقيت كنشوف هذيك الضحكه مع البكيه الابتسام شو هذيك الابتسامه اللي كيف ما كنقولوا حنا المغاربه ابتسامه الصفراء. ما تشوكيت. المهم خرجت من تماك اول واحد انا عيط ليه هو واحد الصديق اللي عشت واحد الطوفوله درت معاه بزاف الحوايج
يعني بلا ما نذكر داكشي اللي درته معاه وداكشي هو صعب بقى في الحال داكشي اللي درته معاه وداكشي ونتعذر منه داكشي ما بقى في الحال بزاف. هو الاول عيط لي قلت له اللي كاين واللي كاين عرفتي شنو خسر عليا اواه هذا هو اللي الى من ذاك الوقت الى يومنا هذا ما عمرو قال لي كيف بقيتي ولا جبد معايا الموضوع ولا قال لي شي حاجه. المهم دازت تقريبا شي شهر ونص على داك الشيء حتى واحد ما في خبارو من غير هذاك الدري يعني ما بغيتش نقول للدار نشوشهم داك الشيء حق الله يعرفوش ما يشوفوش حتى دوك الدواء اللي كنشرب داك الشيء لحقاش ساكن بوحدي ما بغيش يعني نشوشهم وداك الشيء قلت نقدر يكون شي تحسن صعب بلا ما نخلعهم وداك الشيء بالاخص في حال يعني في حال هاد الامراض الوالدين كي خاص حاجه تقول لهم بحال هكا واخا حتى تكون كتحس براسك بخير ولكن هما كيبقاو مشوشين وداك الشيء. صافي داز واحد شهر ونص صافي الحالة ديالي بدات كتدهور بدات كيتبان ليا المرض عافيت بزاف د الحوايج صافي قلتها اول لوحده قلتها لاختي قلتها لها قلت لها اللي كاين واللي كاين واللي كاين قلت لي المهم قالت لي شنو دابا قلت لها المهم ما تقولي للدار والو دازت شي مده جاو هما الدار كانوا عندي صافي وشافوني هذيك عافيت وفي هذيك الوقيته اللي كنت كانوا عندي جاتني واحد صافي جاتني كان ولا كيضرني الحرق بزاف في راسي جاتني الدوخه بحال صافي مغيب. المهم تكيت وهادي وهادي انا ديجا كان كتجيني هاد الحاله ديال كيضرني راسي بزاف ماشي هاد الحاله ديال انه كيمشي ليا الشوف كينغيب كيضرني راسي بزاف حكم هادشي كامل انا شكيت في انه واقع ان ديجا فاش كنت باقي صغير. المهم على هاد الود راسي كطيح من السطح طحت على كيفاش مشيت من السطح من السطح طحت على الارض طحت على راسي فاش كنت صغير كانت في عمري تقريبا ديك الساعه على ما اظن شي 10 سنين 11 عام هذا هو الماكسيمو كان كيضرني راسي من بعد هذيك الطيحه ولا كان كيضرني راسي بزاف يعني نقدر نخرج على الشمس شويه ضرني راسي وداك الشيء هما شافوا قالوا يقدر راه المهم جاتو معادي انورمال لحقاش ديما كيضرني راسي وهي تقول لي مختي قالت لهم لا راه ماشي هكاك اللي كاين واللي كاين واللي كاين ما نقولش ليك واحد الحاله لحقاش باش تشوف الوالده وداك الشيء في هذيك الحاله المهم الحمد لله لقيتهم جنبي وداك الشيء بزاف الناس لقيتهم وداك الشيء ومن بعد بديت بشويه وصاني طبيب غير بسبور قال لي بالنسبه لك انت سبورتيف حاول انك ما ديرش غير واحد المجهود بدني كبير مي شويه على قد الحال وداك الشيء لدرجه انه وليت كنهبط كنت ساكن في برنوصي البحر ديال النحله كنت عارف راه قريب ليا ديما كنهبط كنلعب شويه الكره تما كنطلع المهم شويه كنشرب الدواء وداك الشيء نوبه قال لي المهم راه هذه المده ديال انك تشرب الدواء الى وغنديروا ليرين الى تحسن إلا كان باقي تحد أو لا نقص راه هي هذيك مزيانة داك الشيء اللي بغينا يعني هذاك الاسباس كانت فيه تقريبا شي سنتيم ونص ديال الورم كان فيه سنتيم ونص قال لي إلا هبط ولا شي حاجة مزيانة إلا كان غادي تزاد ضروري عدير الشيمي. المهم ليرم الأولى كان باقي مزيان ليرم الثانية نقص منه شوية بقيت نتبع الدواء وداك الشيء وبحكم درت واحد العشوب كان جابشو ليا اخو بدريه بحكم هذا النبر قدر اي واحد يستافد منه اللي عاوني بزاف هو العسل ديال الطغموس وكتخلط بالقطران الرقيق باش بالقطران قطران الرقيق بلاتي باش واش القطران القطران القطران
هذاك النوار راه عنده واحد الريحه اخر هذاك الرقيق ماشي القطران العادي، القطران الرقيق راه تقدر تلقاه حتى في الفورماسيون على ما اظن يتباع. وخلطاتو ليا معاه هو، لكن اخويا كان شي حاجه اخرى اللي نسيتها. مهم هادو مهم مهمين بزاف. كانت على الصباح يعني نفطر به على الصباح قبل ما ناكل اي حاجه على الريق قبل بساعه، كنت كنفيق بكري مع ديك السبعه الصباح كنضرب معلقه عشي كدوز بحال كدوز المقاطع من مش بزاف. دازت واحد المده ديال شهر ونص غنمشي عند الطبيب غندير ليرم. فاش درت ليرم وجبتهم ليه كيشوف هذاك التغيير اللي ما كانش منتظرو. كيقول لي شي حاجه انورمال فاتش. انا ما بغيتش قال لي انا ما بغيتش نقول. هو قال لي واش كتشرب شي حاجه اخرى من غير الدواء؟ قلت ليه لا انا ما بغيتش نقول لي لحقاش راك كتعرف من الاطباء ما كي ولو يكون كاع داكشي صحي كيقدر ما ينصحكش انك تشرب الاعشاب وداكشي هذه معروفه عند الاطباء. انا ما بغيتش كيشوف في الرابور كيقول لي راه ما يمكنش هادشي. قول لي واش كاين شي حاجه اخرى شفتي عيط ونقول لي اه. قلت لي راه اللي كاين واللي كاين واللي كاين بقى كيشوف ويقول لي اه. المهم شنو نقول لك بقى تشربوا غير هو الا حسيتي بشي اعراض اخرى خصك تجي عندي. ما بين الدواء يقدر ياثر على الدواء، ما بين الدواء وهذا الشيء اللي كندير يقدر ياثر عليا. قلت لي راه قال لي شحال المده بعدا. قلت لي راه شي شهر ونص. قال لي ما حسيتي حتى شي اعراض اخرى؟ قلت لي لا. قال لي المهم بقى تشربوا الا حسيتي بشي اعراض اخرى جي عندي تعيط تاخذ رونديفو داكشي. قلت لي صافي. المهم خرجت عيط للدار. المهم فرحت من بعد بهذا الخبر. قلت لهم راه اللي كاين واللي كاين واللي كاين يعني خففش عليهم شويه. وحتى انا ما بقاش عندي داك التخوف بزاف الحوايج يعني. حتى لاكسيدون ديال الاولى اللي كانت وقعت ليا عاونتني بزاف. الاكسيدا يا اخي راه فريمون ربي نشاك بحال شي معجزه يا صاحب. وهذاك الشيء عرفتي هي عاونتني ماشي غير بزاف ديك لاكسيدون. عاونتني اكثر من بزاف لحقاش. قطعك سيف الدين انا فايت سمع هاد القصص دائما تتقولها شي بحال فهمتي بحال دوك الروايات عرفتي شنو هي انك تكون غادي صحابك كاملين يموتوا انت اللي تعيش كنتي غادي تموت واحد معاهم وجا واحد مات في بلاصتك. الحمد لله سبحان الله راه شي معجزه. الحمد لله بحال شي معجزه صاحب. الحمد لله قدر الله. الحمد لله قلت لك يعني لاكسيدون عاونتني بزاف الحوايج في المرض يعني. لحقاش كنشوف كنقول شو ربي ديك النهار نجاني. لحقاش كانت ساعتي باقا ما كايناش ديك الساعه بلي راه ماشي لاكسيدون اللي كتقتل وماشي المرض اللي كيقتل حتى حاجه ما كيقتل. داكشي مجرد غير اسباب. الانسان فاش كيسالي الاجل ديالو راه كيموت. المرض كسيده شي حاجه راه غير مجرد اسباب باش الله كيخلق لك باش كتموت وصافي. وكاين شي اشخاص راه ما كيديرش لهم الله حتى الاسباب باش كيموتوا. كيكون غادي كيطيح كيموت اولا كيكون ناعس ما كيفيقش يعني كاين بزاف. المهم انا عاونتني بزاف كنقول ربي لو كون كان هاد المرض يقتلني كون مشيت مع الدراري وما تفادي. وكنت فريمون ديما كن الوالده كتبكي كنقولها لها كنقولها الوالده ما كاينلاش كتبكي كنقول لها راه بنادم راه كيقتل عمره وما كيقتلو لا مرض لا حتى حاجه. ربي يكون لا سالات ساعتي راه نموت بلا مرض بلا كسيده بلا والو غنكون نتكي حداك تنموت. يعني عاونتني هذاك الكسيده نفسانيا عاونتني يعني بحال فهمت شويه الحياه كيف دايره. من بعد دازت واحد المده ماشي كثير ولكن هذا المرض حتى هو استفدت منه بزاف الحوايج. يعني عرفت شكون اللي خصو يبقى في حياتي وشكون اللي ما خصوش يبقى. يعني درج واحد الانسان انك توقف معاه يعني لقيت اللي كانوا هو نفس الجينيراسيون ديالي وكان فاش كنا كان انا تخرجت قبل منه وهو بقى كيقرا
هو كان كيقرا والحمد لله انا الشركه اللي كنت كنستاجي فيها مشات جابتني من انفو كملت ما بين القرايه والمدرسه ما بين القرايه والخدمه ما جلستش نهار جلست بحال اليوم الغد مشيت خدمت لحقاش هما ديجا قالوا لي فاش كمل القرايه جي عندنا وغير وقفت باقي مع درجه انه باقي ما دوش الامتحان النهائي باقي ما شفت الريزلت ومشيت سنيت معاهم كونطرا وسنيت معاهم كل شيء وخدمت سبحان الله باقي ما دوشت الامتحان المهم يعني والحمد لله كان واحد الصالير اللي بالنسبه ليا كان مبتدئ ويلا بادئ مزيان ليا وداك الدري كان باقي خدام باقي كيقرا ديك الساعه لدرجة أنني كنت بعض المرات يعني صاحبك كتكون مدوز معاه الحلوة والمرة بزافت الحوايج يعني المهم داكشي ما خصنيش نعاود ولكن جا في الطريق وصافي يعني داكشي درتو في سبيل الله الحق لله يعني داكشي صاحبي عنموت معاه يعني لدرجة بعض المرات عارفوا أنه كيقرا كيقول لي جي عندي كنتقهوى يعني كيبغي يمشي 200 درهم 300 درهم شحال مرة خلصت لي الكرا بزاف الحوايج ولكن من بعد يعني اكتشف أنه كيعتبرني غير مجرد معرفة ماشي صاحبي يعني لقى فيا واحد المصلحة نقاطعك سيف الدين واه البنادم فوقاش تيبان الجوهر ديالو ولا تيبان في في الشدة عرفتي نهار تكون طايحة سيف الدين سبحان الله ربي تيعطيك واحد الغربال تتولي شعر شكون بصح كان تيبغيك وشكون بصح اللي كان تيبغيك على ود المصلحة ولا على ود حاجته حيت المواقف هي اللي تتبين شكون معاك وشكون ضدك واه نقول فريمون قصتك لدرجة دابا من هذاك الشيء كامل كي قلتي المواقف كيديروا الغربال يعني من 20 شخص كنجلس مع جوج في القهوة ده من 20 شخص فري يعني وعندك الزر لقيتي بين 20 راه من بين 100 تقدر تلقى غير واحد بين 100 قلت الحمد لله من بين 20 واه لدرجة يعني كنت كنخلص لي الكرا فين كان ساكن بزاف الحوايج كنقول عادي فلوس غادا جيا يعني مادام انا كنت خلص ما كانوش عندي واحد المصاريف بزاف راك عارف عندي مثلا مصروف ديال الكرا الماكله قهوه بحكم انني خدام وكنلعب الهوند يعني عندي واحد جوج خلصات يعني عايش بهم بخير مزيان صافي يعني وانه النهار اللي تمرض يخسر عليك اواه الى يومنا هذا اقسم بالله الى يومنا هذا خويا بطل ما عمر جبد معايا الموضوع ما عمرو قال لي كيف قيتي ولا كيف الحاله ديالك هذه والو صافي المهم بقيت غادي سبور كنتريني كنهبط البحر كنلعب كره داكشي وكنحس براسي بخير واخا انني مريض ولكن كنحس براسي بخير نفسانيا بخير عند الانسان نفسانيا كتاثر اكثر من المرض الا كان هو نفسانيا مرتاح ومتصالح مع نفسه داك الشيء المرض ما ياثرش عليه ماشي المرض اللي كياثر نفسيا عند لحقاش انا في الاول ضعفيت بزاف الحوايج كان نفسانيا مأثر اما من بعد وليت بخير كنخرج كنضحك مع الدراري كنهبط نلعب كره كنهبط نضحك مع الدراري ما كنعرفهمش كنهبط راك عارف الهيد ديال البحر كتهبط البحر بوحدك كتلعب مع الدراري كره الضحك وكل شيء يعني صافي كنحس براسي بخير مده شويه داز مده مابقيتش كنبغي نرجع عند الطبيب نهائيا كنقول انا بخير ما كاين لاش نرجع عند الطبيب وكان عندي مشكل يعني تزادوني لي شارج بزاف هو ديال الدواء بحكم البلاد بالنسبه لهاد الامراض يعني خاصهم واحد يكون واحد داعم بزاف الحوايج بالنسبه يعني كاين اللي مسكين ما عندوش كاين اللي على قد الحال ويكون الدواء مثلا واصل لواحد ديال 3000 درهم كانت عندي ديك الساعه بواطه فيها من غير شي لاخر بواطه واحده دايره 1500 درهم
فيها 30 حبة كنشرب حبة في النهار يعني 1500 درهم كدير لك خاصك كل بواطة في الشهر 1500 درهم من غير شلا كانت تقريبا واحد 2600 درهم في الشهر ديال التو ما بين الشهر حتى ما بين قول 40 يوم تقريبا هذيك البواطه اللي كانت كتضرب لي 30 يوم فيها 30 حبه 30 حبه عاد زيد عاد زيد سميتو ليرام كنت كنديرو في الاول 3000 درهم وبعض المرات كنديرو واحد لي باري كندقها ب 500 درهم بعض المرات كندقها بعض المرات ما كندقهاش على حساب واش كيبان لهم داكشي ولا ما كيبانش لهم حكم مع المده ما نقصوا ليا في الثمن لحقاش وليت كنديما كنجي عندهم بالنسبه لي انا عاد لي زاناليز بعض المرات كنديرهم يعني تأثرت من ناحية المادية تاني يعني فاش كيكون عندك واحد المصاريف كثيرة اللي ما مملفش عليها انت يعني كتخلق لك واحد كتفتح واحد الباب اللي ما تقدرش تسدو وليك ما بقيت كنقد نخدم لحقاش ولا كنشرب واحد الدواء صافي صافي ما كنقدرش كنترخى صافي كنولا نبغي الناس يعني بحال هادشي بالنسبة يعني بنادم كيعاني كنشوف شي حوايج شفت شي حوايج اللي ما كنتش نشوفهم نسوقهم كتمشي مثلا للميريزكو كتلقى بنادم امه محمد منشور امه محمد منشور سيف الدين الا فتحنا داك القوس نبقاو انا وياك في خاطري بزاف طرني في خاطري بزاف ديال الاخر نبقاو انا وياك واقيلا واحد 10 ايام وحنا تنهضروا وما نساليوهش داكشي المهم يعني صوبنا وصافي اللهم امين يعني النفسيه ديالي ولات مزيانه بخير اللهم لك الحمد يعني كنتريني كن بخير داس مده كي قلت لك حبست سميتو ما بقيتش كنشرب ما بقيتش كنمشي عند الطبيب قلت انا كنشوف راسي بخير صافي طلقتها صافي طلقتها دوا ما بقيتش كنشربو وتبعت هذاك الريجيم اللي كان كيعطيني هو الريجيم ما ناكلوش مثلا سكر مازال مؤخرا شويه سكر كنتلاح لي لكن مثلا في قهوه اتاي داكشي مسوس سكر بحال دوك سميتو ما كيقولوا لا داك نسيت عليهم فرماج واش كيقولوا لهم فرماج مشتقات الحليب المشتقات الحليب الفرماج مشتقات الحليب والتوت التوت فريز تخربيق حتى ولا المهم داكشي اللي كان قال لي ما تاكلوش ما كناكلوش ما بقيتش كنمشي ما والو ما كنجيش عند الطبيب ما كنمشيش سميتو صافي كنحس براسي بخير ربما تقدر تجي عند حتى تكون بخير تقدر هو ياثرك الطبيب ياثر على نفسيتك يمرضك كنشوف راسي بخير يعني بدنيا نفسيا كل شيء ما كاين لاش نمشي عند طبيب انسان كيمشي عند طبيب مريض كيشوف انا راسي ما مريضش كاين لاش نمشي عند طبيب يقول لي راك مريض شرب الدواء وانا ما مريضش انا كنشوف راسي ما مريضش صافي دازت واحد المده ديال مده جي العام تقريبا قلت علاش ما نمشيش نرجع عنده وعما مشيتيش للطبيب عام مشيتيش للطبيب ماشي العام بالضبط مي تقريبا تكون 10 شهور 11 شهر قلت علاش ما نمشيش عنده نشوف كيفاش يعني الوضع كيف داير وداك الشيء صافي مشيت عنده قال لي علاش بقيتيش كتجي وهادي المهم جبد الطوسي ديالي وداك الشيء قال لي راك مده ما جيتيش قلت لي كنحس براسي بخير ولكن قال لي ندير لك لي زاناليز قلت لي الا بغيت ندير لي ريم ديريكت صافي عمر لي وقت ورقه هبط سميتو ديك الساعه درت لي ريم الغد رجعت جبتهم دازت الغد عاوتاني عاد جبتهم لي جبتهم لي يعني انا ماشي بلا ما جبتو بلا يعني شفت غير بعيني درجه انه الانسان فاش كيدوز واحد شي حاجه بزاف كيولي يعرف درجه وليت انا التحليل وليت كنعرف نقراها يعني قوة التحاليل اللي كنت كندير قوة وليت كنقرا الرابور وليت كنقرا ديال يعني صافي مشيت يعني كيبان لي داك السميجور لي رام وداكشي الرابور وداكشي ماشي شي حاجه كراف
فاش مشيتي عنده قلت ليها الرابور عطيتو داكشي قال لي باقي غير مثلا بحال داكشي مثلا كتكون شي ضربه مضروب وكيبقى سيكاتريز ديالها بحال هكا سبحان الله بحال هكا اللي راه عجبني وقال لي راه نعطيك الدواء وداكشي قلت لي لا ما بغيش نشرب الدواء صافي انا جيت غير بغيت نشوف الحاله ديالي كي دارت اما انا راه بخير صافي من ديك الساعه الى يومنا هذا ما رجعت لا طبيب ما رجعتش كنشرب لا دواء لا والو نتبع كنشرب المسوس شويه مره نقدر نشرب الحلاوه وداكشي ولكن مثلا نقدر نمشي عند الاكل معروض شي حاجه ما كاين لا جابوا اشي حلو صافي كتشربوا صافي شي حاجه حلوه صافي كتشربوا خرج من بعدا من هذيك المرحله بخير يعني هذاك شوف الانسان الا كانت واحد البلاصه عانيت بزاف من ناحيه الخدمه او ثاني من ناحيه الخدمه لدرجه وليت عندي واحد المشكل ديال الخدمه لدرجه انه كندخل للخدمه ما كنوصلش الشهر كنخرج بدون سبب كنعرف شنو السبب ان علاش كنخرج لديك الخدمه يمشي كنحس براسي راه درت واحد الغلط انني خرجت من الخدمه بدون سبب حتى كدوز مده فاش كدوز مده كنجلس مع راسي كنقول علاش انا خرجت من ديك الخدمه شنو السبب ما كنلقاش الحل ما كنلقاش الحل علاش خرجت من ديك الخدمه وكنرجع نخدم عاوتاني في خدمه اخرى كدوز شهرين كنخرج منها درجه مده عام خدمت مده عام خدمت في 4 شركات مدة عام واحد 4 شركات وبربعة خرج فيهم بدون سبب كيجي عندي الشيخ كيقول لي مالك علاش واش 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 تناقشي مع شي واحد واش عندك مشكل صالير واش عندك مشكل كنقول لي ما عندي مشكل صالير ما عجبنيش الحال كيقول لي شنو مشكل علاش ما عجبكش الحال ما عرفتش المشكل شنو تحولت من البرنوصي جيت لنيشو جيت للناسيم جيت لساسفة إلى عرفتي المهم جيت تماك خدمت في شركة أخرى خدمت في شركة طرفت معها تقريبا عامين عام كنا كنخدموا في القصورة ديال الملك وداكشي في المضياق المهم دوس معها ما يعامش خرجت منها أو تاني أبخي رجعت مشيت لواحد الشركة خدمت في مذكورة دابا دار معاهم عام سيت معاهم كونطرا تانية وملي شديت معاهم وبزاف الحوايج تبدلوا في حياتي لحقاش أنا كان عندي مشكل في حياتي أنا يعني شوف الإنسان ما خصش يدير في حياته بزاف الأشخاص بيان سور واحد أحسن من 100 واحد متفق معك واحد أحسن من 100 واحد يعني كاين بزاف بنادم خارجين عليه غير واكثر حاجه اللي يقدر هو انه الانسان اللي كان جالس مع شي واحد صاحبه في قهوه ولا انسان ويقدر يقول لي مثلا يقول لي شي بروجي باغي ندير الا قال لي تركه كتخربق غينوضي بشي في حالاته ويخلص الباب ديالو ويمشي في حالاته لحقاش كاين هذا النوع بزاف كيشكون جالس في قهوه كتقول لي كطرح عليا ديك اللي كتقول لي انه باغي ندير شي بروجي هادي خدمه عند بنادم ما خدامهاش كيبدا يقول لك شي هذا الوقت راه صعيب هادي ماشي كيقول لك سير الله يسهل عليك حتى الانسان الا ما قدرش يعاونك مثلا ماديا ولا شي حاجه يعاونك غير معنويا غير يشجعك سير الله يسهل عليك راه مزيان راه كاع هادو اللي كانوا وصلوا راه كانوا تشموا بداوا ازيرو هادي لا حنا ما كاينش هادشي وصاحبك وما حاملكش ما باغيش لك يعني كتقول لي بروجي شي حاجه كيقول لك لا راه ما خدامش لك هادشي راه كتخربق يعني اغلبيه البنادم اللي مخليه واقف في بلاصتو ما كيزيدش لقدام هو داك المجتمع اللي عايش اللي داير به اللي داير به اش نقول لك سيف الدين فريمون القصة ديالك كانت فيها عبرة زوينة للناس وفيها
حكمه زوينه بصراحه. مي الحمد لله من بعد كي قلت لك خدمت في هذه الشركه تحولت من هذيك من هذيك البلاصه اللي كنت فيها بالضبط، تحولت وعاود تحولت عاوتاني سكت في بلاصه لدرجه كتصور انه خدمت خدمت في شركه اللي ما كنتش باغي نخدم فيها، سكنت في بلاصه اللي ما كنحملهاش هي بوسكوره، بوسكوره ما كنحملهاش انا بوسكوره، وسكنت فيها كتصور هذيك البلاصه الخدمه والسكنه اللي سكنت في بوسكوره الحمد لله راكي خدمت فيها الحمد لله، داس مده قليله في هذيك الشركه، خطبت وتزوجت ما شاء الله. بالمناسبة كان عندي العرس غير نهار السوش ما شاء الله، يعني والبارح مبروك مسعود، كلشي كلشي يقول لهم مبروك في الكومنتير وان شاء الله يخليكم بعضياتكم بعضياتكم يفرحكم. عسى نعم يقول لك عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يعني شي حاجة نعم داكشي اللي بغى ربي راه هو اللي كاين. والحمد لله الانسان راه ما خصوش يوقف في بلاصتو، يعني راه شوف ربي كيدير لينا كيدير لينا في الطريق واحد المشكل او لا واحد المشكل واحد البارير كيف ما كنقول واحد الحاجز، باش هو كنشوفو حنا راه مشكل فريمون راه مشكل، ولكن راه كنجينا من واحد المشكل كبار منه كان القدام، يعني حنا كنشوفو راه واقفين بلاصتنا راه مشكل كل حاجه كتجيب وقتها. ما شاء الله كلشي تيكتب لكم مبروك في لي كومونتير ما شاء الله، الله يبارك فيك الله يحفظك بارك الله فيك. اش نقول لك اسي، يعني داكشي بوقت اخويا بطار هادشي اللي عندي فريمون. شكرا لك على هاد القصه صراحه، انا عجبتني هاد القصه هادي فريمون، واحد القصه بحال تعطيك شويه الايجابيه، تعطيك بان الواحد ما يبقاش في الامل وبان ربي كبير، وشحال عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم فريمون. شكرك بزاف سيف الدين لانك شاركتي معنا على هذه القصه، ونتمنى ان شاء الله ما تبقى من حياتك تولي كامله سعاده وفرح، وان شاء الله ربي يرزقك بالدنيا الصالحه. شكرا بارك لك الله فيك اخويا، شكرا لك لحظتك اخويا تبارك الله عليك، سمح لينا في الموقف. لا لا بالعكس هذا واجب.